Quoi de neuf ? Santé. بروتين قادر على تعزيز وظائف الدماغ دون الحاجة إلى أداء تمرينات رياضية. هذا هو حديثنا اليوم والدراسة اللي باش نحكي لكم عليه. وين صارت الدعوات إلى أداء التمرينات الرياضية لها تأثيرات إيجابية على الدماغ مألوفة عن، وأغلبهم يعلم أن ممارسة السبور يمكن أن تسهم في تقوية الصحة العقلية والعصبية. ولكن ماذا لو صار بمقدورنا تحقيق كل هذه الفوائد الصحية لأدمغتنا دون أن نضطر إلى ممارسة التمرينات الرياضية ومعاناة ما يصحبها من الألم من خلال فهم هذه العمليات الكيميائية الحيوية؟ في واقع الأمر أفدت التجارب اللي أجريت على فئران جدوى هذه الطريقة المختصرة، وثم تلميح أنه نتائج المستخلصة من تجارب القوارض قد تفلح مع البشر أيضا. واستخلصت بلازما دم من فئران حصلت على قدر جيد من التمرينات، وحقنت بها فئران كسولة وتحسن ذاكرة الفئران قليلة الحركة وقلت حدة الالتهابات الدماغية لديها. نشرت هذه النتائج في دورية نيتشر، وهي تقدم تفاصيل جديدة حول الكيفية اللي يستفيد بها الدماغ من التمرينات الرياضية والطريقة اللي تتواصل من خلالها الجزيئات المعزة بالنشاط البدني عبر الحارس الصارم لذلك العضو. كما تلمح النتائج إلى أن الكبد والأجهزة المضادة للتجلط تؤدي دورا مذهلا في هذه التأثيرات. وقدمنا هذه النتائج على السيناريو المستقبلي تتيسر فيه إمكانية الحصول على جميع فوائد التمرينات الرياضية فقط من خلال حب الدواء أو ربما حقنة بلازما. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عين على فريق البحث أن يخضع الفئران أولا لممارسة التمرينات الرياضية، وتابعت الفئران الركض تيلة 28 يوم، ثم نقلت بلازما دمها إلى فئران لم تلمس العجل الدورة قد تيلة هذه المدة. فأظهرت الفئران اللي تلقات البلازما هذه الراكضة تحسنا في التعلم والذاكرة، وزادت أدمغتها من نشاط الجينات المنجة للبروتينات اللي تعزز الذاكرة والتعلم، كما خفت الاستجابة الالتهابية. وعمد الفريق بعد ذلك إلى فحص محتفيات البلازما الفئران الراكضة، فوجدوا أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتينات المضادة للتجلط التي تساعد على التخلص من حطام الخلايا بمجرد أن اهتدوا إلى هذا البروتين. ركز الباحثون على اختبار التأثيرات المرتبطة على إزالته من بلازما الفئران الراكضة، فأظهرت أدمغة الفئران قليلة الحركة اللي حصلت على البلازما الخالية من البروتين نشاطا مقاوما للالتهابات أقل بكثير. واكتشف فريق أن البروتين هذا ارتبط بسهولة بالخلايا المكونة للحاجز الدموي الدماغي عند محاكاة تأثيرات النشاط البدني عن طريق حقن البروتين. وأخيرا أراد الباحثون معرفة ما إذا كانت ممارسة التمرينات الرياضية تتسبب في ارتفاع نسبة البروتين هذا لدى الإنسان، وقاسوا نسبة البروتين لدى 20 فرد من المحاربين القدامى كلهم مصابين بخلل إدراكي بسيط قبل وبعد ممارستهم النشاط البدني الممنهج على مدار 6 أشهر، فرصدوا ارتفاعا في نسبة هذا البروتين. وهذا ما يفتح باب أنه نجم نلقاو حبة دواء وين تمنح يوما ما مكاسب صحية تجنبنا آلام المصاحبة لممارسة التمرينات الرياضية. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم. كوادنوف سانتي.